Last night, a Jedi was murdered. The Jedi justify their galactic dominance in the name of peace. But that peace is a lie. Jedi are being hunted. She was my student. Let me be the one to bring her in. It's time. ايه زيكم يا جماعة عاملين ايه ورجعنا لكم مع مراجعة مسلسل ستار وورز The Acolyte من الممثلين قاموا ببطولة المسلسل اماندا لاستنبرج ولي جونج جاي وكاري ان موس واللي اخرجت الحلقة الاولى والتانية ليزلي هيدلاند بالنسبة للمخرجة فهي متخصصة في إخراج بعض الحلقات لبعض المسلسلات الشهيرة أذكر منها مسلسل بلاك مونداي وراشان دول أحداث مسلسل ذا أكولايت بتقع قبل الأفلام الأساسية لستار وورز وتحديدا قبل أحداث فيلم ستار وورز إبسود 1 ذا فانتوم مينس بمئة سنة المسلسل مكون من 8 حلقات ونزلت اول حلقتين يوم 4 يونيو سنة 2024 فالمراجعة دي هتكون بالنسبة لأول حلقتين من المسلسل، كالعادة وفي آخر كل مراجعة حابب أقول كلمتين فاللي عايز يسمعهم يستنى لآخر الفيديو أو يجاري المراجعة ويسمعهم. المسلسل بيحكي قبل 100 سنة من ظهور الإمبراطورية كان في فترة من السلام واللي امتدت لقرون كثيرة من غير حروب. وفي الوقت ده ازدهر تنظيم الجداي وجمهورية المجرة لكن للأسف في جانب بعيد من المجرة ابتدت قلة من الأقوياء تتعلم استخدام القوة في السر ومن ضمنهم كان في قاتلة مأجورة والسبب غير معروف ظهرت فجأة وابتدت تدور وتسعى للانتقام من فرسان الجداي فالقاتلة الغامضة دي راحت تدور في كوكب ودا على فارسها من فرسان الجداي اسمها اندارا وأول ما واحد من الناس أدلها على مكانها دخلت الحانة اللي كانت قاعدة فيها وطلبت من اندارا إنها هجم عليها بكل قوتها فبعد ما كل الحاضرين ضحكوا بسبب الطلب الغريب ده هجمت على الحاضرين كلهم علشان تقتلهم فاندرا اتدخلت على طول عشان تمنع المهزله دي وابتدت في قتال عنيف مع القاتله الغامضه لكن في نص القتال اندرا اتفاجئت وبشده بعد ما كشفت وش القاتله وبيبتدي احداث المسلسل اول حاجة عجبتني عن فكرة المسلسل ده زي ما قلت في اول المراجعة ان احداثه قبل احداث افلام ستار وورز الاساسية وقبل قصة سكاي ووكر ب سنة فالميزة في النقطة دي ان اي حد من المتفرجين ما عندوش اي فكرة عن عالم ستار وورز ممكن يبتدي متابعة المسلسل ده ومش هيواجه اي مشاكل علشان المسلسل ده ما فوش ولا شخصية من الشخصيات المعروفة والمشهورة في العالم ده يعني اللي هيتفرج مش هيلاقي فيدر ولا بلباتين ولا حتى جنود الستورم تروبرز فحسيته وكأن ديزني بتعمل سوفت ريبوت الهم ده من غير ما تقول والجميل كمان كان الاداء التمثيلي لاماندا لاستنبرج في الشخصيتين اللي قدمتهم سواء اوشا او مي فحسيت فعلا ان الشخصيتين دول مختلفين بالاضافه للاداء التمثيلي للي جونج جاي في دور سول واللي كان لايق عليه وبشده دور الجداي اللي قام بيه ووصل اخلاص الممثل للي جونج جاي في انه يتعلم اللغه الانجليزيه مخصوص علشان يقوم بالدور ده بطريقه مقنعه بالاضافه لخدع السي جي اي او خدع الكمبيوتر كانت جميله في المسلسل ده وعلى درجه عاليه من الاتقان بالاضافه لمشاهد الاكشن او الحركه كانت جميله وسريعه وبعد الجمل الحركيه كانت جديده واللي عجبني كمان في المسلسل ده ان اول مره اشوف فارس من فرسان الجيداي من شعب الووكي اما بالنسبه للمشاكل اللي شفتهم في الحلقتين دول اول حاجه الممثله كاري ان موس كانت مجرد ضيف شرف في المسلسل ده فالصراحه بسبب النقطه دي حسيت ان انا اتخدعت علشان لما شفت الاعلان بجانب بوستر المسلسل كانت واخده مساحه كبيره فيهم هما الاثنين فحسيت ان هي البطله وليها دور كبير في المسلسل لكن بعد ما اتفرجت اتفاجئت ان هي ما كملتش اول خمس دقايق من الحلقه الاولى فمش عارف بالنسبه للحلقات الجايه هل الشخصيه هترجع تاني في مشاهد فلاش باك ولا لا تاني مشكلة ان المكياج اللي اتنفذ في بعض الممثلين كان مضحك بالنسبة لي، على سبيل المثال الصورة اللي شايفينها قدامنا بالاضافة للباروكة بتاعة سول حسيت ان هي ملزوقة مش لابسها، بالاضافة كمان للسيناريو والحوار كان ساذج جدا وكأن طفل اللي كتب السكريبت بتاع المسلسل ده، مشكلة المسلسل ده كمان ان في الحلقتين الاولى اللي شفتهم كانت احداثها بسيطة وما فيهاش اي نوع من انواع الحبكات ولا حتى المفاجآت خلاصة الكلام الحلقة الاولى والتانية من مسلسل ستار وورز زي اكولايت بداية للأسف ما كانتش موفقة واتمنى من صناع العمل انه يحلوا المشاكل دي في الحلقات الجاية تقييمي للحلقة الاولى والتانية من مسلسل ستار وورز زي اكولايت هو خمسة ونص من عشرة واللي اتفرجوا على المسلسل وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب عجبهم ليه؟ واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا يقولوا في الكومنتات ايه السبب؟ علشان نبقى نتناقش مع بعض، وقبل ما اقول سلام اللي متعود يدخل السينمات عشان يتفرج على افلام اجنبيه او مشترك في منصات اجنبيه يا بلاش عشان المنتجين بياخدوا فلوس كونتو ويتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها، فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شويه لحد ما الفيلم ينزل على المنصه المجانيه ونتفرج عليه، وبعتذر اني طولت عليكم، سلام.